ملامح القضاء الدستوري المصري، هذا الكتاب الذي يعد بالفعل وليد جهد مضني ومقدر قامت به الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هذه المؤسسة العريقة التي قامت بدور مميز في تحقيق التواصل الإنساني في مجال المعرفة والتعليم والعمل على نقل الأفكار والثقافات المختلفة بين الأمم. وقد تم تنفيذ هذا المشروع عبر وحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة للجامعة الأمريكية. الكلمة الآن ننقلها إلى رمز هذه المؤسسة العريقة، الأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، فليتفضل سيادته. شكرا. رئيس المحكمة الدستورية العليا السيد مستشار الجليل بولس فهم اسكندر، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، السيدة الأستاذة الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة، السادة أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، السادة الزملاء عمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية، زملائي في الجامعة الأمريكية وفي فريق العمل، الحضور الكريم. بداية الشكر إلى المستشار بولس فهم اسكندر على دعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء مع لفيف من نخبة أهل القانون الأجلاء والمشاركة في فعاليات إطلاق كتاب ملامح الدستور الصادر بالعربية والإنجليزية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. بينما تقوم المحكمة الدستورية العليا بنشر الأحكام التي تصدر عنها شهرياً في الجريدة الرسمية، قامت مؤخراً بتجميع ونشر تلك الأحكام في موسوعة ضخمة متعددة الأجزاء تحتوي المبادئ التي أرستها المحكمة خلال 50 سنة الماضية. ينفرد هذا الكتاب محل احتفالنا اليوم بكونه السابقة الأولى في تاريخ المحكمة التي يقوم فيها قضاتها بانتقاء مجموعة مختارة من أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا ونشرها في مجلد خاص لهذا الغرض. وقد كان حرص الجامعة الأمريكية بالقاهرة على ترجمة تلك الأحكام ونشرها لقراء اللغة الإنجليزية نابع من تقديرنا للدور الريادي الذي قامت به المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها وطوال 5 عقود الماضية في التصدي لشتى أنواع القضايا الحقوقية العالية الأهمية. يشهد التاريخ بأن المحكمة الدستورية العليا كانت هي القاطرة التي مهدت الطريق نحو تحول البلاد إلى الاقتصاد الحر، وذلك منذ بداية 90s القرن الماضي وحتى أحدث أحكامها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وحماية المستثمرين وصيانة حق الملكية الخاصة ودعم تعاون الدولة مع القطاع الخاص لتساعد بذلك في تحديث بنية الاقتصاد الوطني القانونية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. كما كان للمحكمة دورها الريادي في قبل ذلك ومنذ 80s القرن الماضي في دعم حق تداول المعلومات وإبداء الرأي وإطلاق الصحف كثلاثة أركان أساسية لحرية الصحافة والإعلام في مصر اليوم، هذا فضلاً طبعاً عن كون التجربة الدستورية في مصر نموذجاً وملهماً للتجارب الدستورية في العالم العربي بدون استثناء. وكذلك تعرف المحكمة الدستورية العليا في محيطها العربي والدولي بتفسيراتها الفقهية الحديثة والمنفتحة على نصوص الشريعة الإسلامية في ظل المادة 2 من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، محققة في أحكامها التوازن الدقيق بين المقتضيات الشرعية والتفسيرات الفقهية الراجحة والمصالح الاجتماعية الآنية، وينعكس هذا الأمر بجلاء في أحكامكم التي دعمت حقوق النساء في الطلاق والخلع والحضانة والولاية التعليمية والميراث، فضلاً عن المساواة بين المسلمين وغيرهم في حق أداء الشعائر الدينية وتعزيز احتكام غير المسلمين إلى شعائرهم الدينية في الأحوال الشخصية. لكل هذه الأسباب وغيرها تتشرف الجامعة بأنها نالت ثقة المحكمة سنة 2020 حين تم الاتفاق بين الطرفين على تولي وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة
مسؤولية ترجمة هذه المجموعة الخاصة من الأحكام إلى اللغة الإنجليزية، وأتى ذلك في إطار أوسع من اتفاقيات أخرى للتعاون العلمي التي تم توقيعها سابقاً بين الجامعة ومركز الدراسات القضائية في وزارة العدل، ومع نقابة المحامين المركزية في القاهرة، وكذلك مع مجلس الدولة المصري، والتي تعمل دار نشر الجامعة اليوم على إصدار كتاب يتضمن أهم أحكام القانون الإداري مترجمة هي أيضاً إلى اللغة الإنجليزية. إن دلت تلك الاتفاقيات للتعاون العلمي مع شتى أطراف مرفق القضاء في مصر، وإن دل هذا الكتاب المهم وما سيليه من تراجم أخرى لأحكام القضاء المصري في مجلس الدولة وغيره على شيء، فهو أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد قرن من تأسيسها قد أضحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني لهذا البلد الذي أتشرف أنا بالعمل فيه. أشكركم لإتاحة هذه الفرصة لنا للتعاون مع مؤسستكم، وأتطلع لمزيد من أوجه التعاون معكم ومع جميع مؤسسات بلدنا العريق والحبيب مصر. شكراً.